ضربة حرة مباشرة لمصلحة النادي الأهلي من مكان مميز وخطير، وشايف خماسي أحمر وسبع لاعبين من فريق الرجاء، ودي الكرة العرضية ودي اللمسة وجول جول جول جول، ولكن في راية في راية وفي صفارة وفي تسلل على عمرو السولية اللي لقاها جاية هدية متقشرة حطها بفخدته في المرمى، ولكن عبد الفتاح عريشة راية وتسلل على عمرو السولية. اندهاش من حسام البدري لراية عبد الفتاح عريشة، ادي اللمسة اعتقد فيها تسلل بالفعل، لانها لما اتلمست لمسة رأسية اصبحت لعبة من اول وجديد.